السلام عليكم. اليوم عندنا حملة تبرع بالدم اللي كينظمها المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، وهو يوم مفتوح للمواطنين، أي واحد يمكن له يجي، وهو يوم مواطن للتبرع اللي خاص نشاركوا فيه، وكنناشدوا السكان باش يجيوا ويعاونونا في هذا اليوم وباش ننشطوا هذا اليوم هذا وننجحوه، لأنه يا اون بينوري ديال لي بوش دو سون، وهذا لو دون هذا التبرع هذا راه اي واحد فينا يمكن له يكون محتاج لهذيك لابوشيت دو سون، دونك واحد فينا لعائلته القريب اللي عزيز عليه. دونك كنشدو المواطنين الله يخليكم، الى خرجوا واحد الوقيت ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، ماشي شي حاجه اللي هي ما كيحتملهاش الجسم ديال الانسان، انك سيتويان اي واحد فينا يمكن له يعملو، ويمكن بهذا لو دون هذا بهذا التبرع يمكننا نقضوا واحد الحياة. الطاقم الطبي كنشكروه واحد الشكر الجزيل، لأنه عندهم واحد طيبوبة، واحد حسن التعامل اللي كتريح أي واحد، وأي واحد كيكون مخلوع الساعة الأولى ملي كيجي ما كيعرفش كيفاش هادشي غادي يدوز، ولكن كيدوز في واحد الظروف اللي هي جد حسنة. كل شيء موجود، كياخذوا لو بيلون، كيديروا لك ان بوتي كيسيونير كيسولوا على الصحة ديال اللي غادي يعطي، وعاد باش كيشوفوا واش هو أهل وقابل للعطاء ولا لا. دونك كنشكرهم بزاف لانه خصونا هاد الصبحيه هذه. هنا لو دون دو سون في الجامعه غادي يبدا من 9 وغادي يبقى حتى لجوج ديال العشيه. دونك الا كان شي واحد اللي زعما عنده القابليه وباغي يدير هذا الخير هذا، والله يثبت الاجر للجميع. التبرع بالدم هو واجب اخلاقي ومبادره تضامنيه نبيله. اليوم انا جيت نتبرع بالدم وتندعي جميع الاصدقاء وجميع الناس بانهم يجيو ويديروا هذه البادره هذه ويتبرعوا بالدم، لان نقطه الدم ممكن ان تنقذ حياه انسان. وشكرا. هي مبادره اللي قام بها من داخل الجماعه من اجل التبرع بالدم، الدعوه للمشاركه والمساهمه في يعني باش نساهموا في اعطي الدم. هي مبادره ايجابيه بطبيعه الحال، كذلك انا يعني استجبت لهذه الدعوة، وكنحسن ما كنعتبر باب الواجب، لأنه واجب التضامن، لأن أصلا مركز التحكم بالدم دائما كيعيش خصاص في العملية، لأنه شحال ما جمعتي كيعرف كتجي الظروف اللي كتخليها تخرج داك الشيء، وبالتالي خص دائما كنغذيو داك المركز يعني بهذه العملية، وممكن اللي كتجي أساسا بعملية ديال التبرع، وبالتالي هو عمل مستمر وتشجيع على يعني المشاركة والمساهمة يعني في هذا العمل الإنساني والتضامني. أنا نجمة ددن، الخدمة ديالي هي في المجال ديال المقاولة الحرة، كنأطر ناس مقاولة الحرة في الميدان ديال الصحة والجمال. بالنسبة لهذه الحملة ديال التبرع ديال الدم، أنا شفتها في الفيسبوك وعرفتها قريبة ليا، وجيت نشارك فيها بحكم أنه عمل طيب اللي كيمكن له يساعد بزاف الناس، وما عنديش يعني بادرة بحال هذه ما غنطلبهاش أنا من الناس، نورمالمون الناس ديالنا عارفين وواعين بالقيمة ديالها وغيجيو يديروها لراسهم. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيل سعدان، ممثل جلالة الأصوات من مدينة القنيطرة. أنا كباقي المتبرعين اليوم جيت كنلبي نداء ديال التبرع. الله سبحانه وتعالى كيقول ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا، ونحن من خلال التبرع ديالنا بالدم ونحن في صحة جيدة ولله الحمد، كاين الناس اللي محتاجين الدم واللي في أمس الحاجة لنقطة دم، فنقطة الدم تساوي حياة. فجئنا لنلبي هذا النداء ديال التبرع بالدم، وفي نيتنا انها تكون صدقه جاريه، نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يقبلها منا. وهذا نداء للجميع انه يجيو يتبرعوا بالدم، لانه كاين الناس في حاجه ماسه الى نقطه دم، ودائما اقول نقطه الدم تساوي حياه.